أهلا بكم في هذه النشرة التي يصحبنا فيها زميلنا بلغة الإشارة الأستاذ رأفت حلمي، ونبدأ بعد الفاصل. تواصل لجان الاقتراع استقبال الناخبين للتصويت في اليوم الثاني والأخير من انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك في أكثر من 14,000 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية. وتشهد اللجان الانتخابية إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا، حيث تم تعقيم اللجان قبل وبعد انتهاء التصويت. لليوم الثاني والأخير تواصل لجان الاقتراع استقبال الناخبين لإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ على مستوى الجمهورية. ويحق لنحو 63 مليون مواطن من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين التصويت أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة، تضم 14,292 لجنة فرعية. وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18,000 قاض أساسي واحتياطي وبمعاونة 120,000 موظف. وشهد اليوم الأول من عملية التصويت انتظام العملية الانتخابية في مختلف محافظات الجمهورية، فيما يتابع الانتخابات 163 مؤسسة إعلامية دولية بجانب المؤسسات المحلية بمختلف أشكالها، بالإضافة إلى عشرات من منظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية والجامعة العربية، وفق بروتوكولات أبرمت مع الهيئة الوطنية للانتخابات. ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ وفقا للقائمة النهائية للمرشحين 787 مرشحا بنظامي الفرد والقائمة موزعة على 27 محافظة. وفي ظل انتشار فيروس كورونا تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم إجراءاتها الوقائية، منها إلزامية ارتداء الكمامات الطبية على كافة أطراف العملية الانتخابية وتوفير الكمامات لجميع رؤساء اللجان الفرعية والأمناء وكذا الناخبين الذين لا يحملونها، كما وفرت قفازات يدوية لاستخدامها في حمل القلم وكحول لتعقيم الأيادي. ولمتابعة سير العملية الانتخابية من المنيا ينضم إلينا من هناك مراسل النيل كريم كمال. كريم، كيف تضعنا في صورة عملية التصويت حتى اللحظة؟ بالفعل عملية التصويت هنا في محافظة المنيا مستمرة منذ ساعات الصباح الأولى في الساعة 9 صباحا، لم تشهد أي تأخرات كافة اللجان هنا في المحافظة. بنتحدث عن أن الوضع مختلف تماما عن اليوم الأول في عملية التصويت هنا في عدد من مراكز المحافظة التسعة. إن قمنا بالترتيب فما بتصدر المشهد مركز العدوى ومركز ملوي ومركز بني مزار من حيث نسبة إقبال السادة المواطنين على اللجان المختلفة. أيضا الشباب كان لهم دور كبير في أمام اللجان الانتخابية. المرأة المصرية بتتصدر الموقف هنا في محافظة المنيا بشكل كبير من حيث الإقبال على اللجان المختلفة. كل هذه الأمور بتجري في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة أمام كافة اللجان المختلفة وأيضا بداخل اللجان، حفاظا على صحة السادة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد. هذا بالإضافة إلى أن هناك غرفة العمليات المركزية تابع عليه محافظة المنيا اللي بتتابع الوضع بشكل مستمر، وأيضا من خلال الجولات المستمرة للسيد المحافظ اللواء أسامة القاضي على كافة اللجان للتعرف على الوضع بشكل عام. لكن دعيني نتعرف على الوضع بشكل أكثر تفصيلي، ومعي على هواء مباشرة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا. أهلا بك سيد. أهلا وسهلا قناة النيل الأخبار والسادة المشاهدين. سيادة اللواء، يعني بنتحدث عن أن الوضع في محافظة المنيا بيبقى ليه طبيعة خاصة. السادة المواطنين بيكونوا في أشغالهم منذ ساعات الصباح الأولى وحتى ساعات الراحة، وبتشهد الموقف مختلف، بنشهد إقبال المواطنين على كافة اللجان، بنشهد أيضا تواجد المرأة المصرية. كيف ترى سيادتكم هذا المشهد؟ الحمد لله، هو تم اليوم الأول أمس وكان فيه إقبال من كافة المواطنين في جميع القرى والمراكز، وكذلك السادة الموظفين عقب نهاية العمل اليوم. والنهاردة في اليوم التالي برضو في إقبال شديد جدا من المواطنين على مقر الاقتراع، ودلوقتي حالا دلوقتي في إقبال جامد في كافة المراكز الانتخابية كلها.
سيادة اللواء، يعني الغرفة المركزية بقيادة سيادتك المنعقدة بشكل دوري لمتابعة أي تفرقات أو أي شكاوى، كيف رأيتم هذا الأمر وما أبرز الشكاوى حتى لو كانت شكاوى قليلة من السادة المواطنين في هذا الأمر؟ الغرفة العمليات برئاستي مستمرة ولحظة بلحظة مستمرة حتى انتهاء الانتخابات وإعلان النتائج. الغرفة متكونة من كافة الجهات ومديريات الخدمية، وبتلاحظ لحظة بلحظة ومتابعة مع غرفة العمليات في كافة المراكز المدن. لم نتلقى أي شكاوى مؤثرة على العملية الانتخابية حتى الآن، لأن كل المجريات ماشية طبيعي، لأن احنا كنا مستعدين للانتخابات من قبلها بفترة. المراكز الانتخابية كلها تم تعقيمها، تم توفير الكراسي المتحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، عاملين سرادقات أمام اللجان لراحة المواطنين، كل الإجراءات في إجراءات النهاردة وهم داخلين ومبارح للي معوش كمامات دانالو كمامات، التعقيم مستمر، الأمور ماشية طبيعي خالص. أخيرا يعني اليوم الأخير في عملية التصويت هناك إجراءات أكثر قوة من تأمينية بنقل الصناديق إلى المقر اللجنة العامة، هذا بالإضافة إلى عملية الفرز في كل من اللجان الفرعية، حدثني عن هذا الموضوع. طبعا أنا بشكر من خلالك وزارة الداخلية والقوات المسلحة، قايمين بدور كبير جدا في تأمين المقرات الانتخابية وتأمين صناديق الاقتراع، وهيتولوا تأمينها حتى وصولها للجنة العامة إن شاء الله في نهاية اليوم عقب انتهاء التصويت الساعة 9 مساء للجنة العامة في مدينة المنيا. بشكرك شكرا جزيلا سيادة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، شكرا جزيلا لك يا فندم. شكرا يا فندم، شكرا للسادة المشاهدين. يعني زميلاتي العزيزة بالفعل الوضع هنا في محافظة المنيا مبشر بالخير، عملية التصويت في ازدياد من قبل السادة المواطنين على كافة اللجان المختلفة في مراكز المحافظة. الشباب والرياضة كانت تجوب شوارع المحافظة للحث المواطنين على النزول والمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري الأهم. بخلاف هذا عملية التصويت مستمرة حتى الساعة 9 وبعدها ستبدأ عملية الفرز. هذا كل ما لدينا، شكرا وعودة. سنكون على تواصل معك حتى نهاية اليوم الثاني والأخير من عملية انتخابات مجلس الشيوخ. كريم كمال من المنيا، شكرا جزيلا. ونتحول إلى متابعة أخرى من السويس، ينضم إلينا حمادة العربي. حمادة، عملية التصويت، نسبة الإقبال وأيضا الالتزام بالإجراءات الموضوعة يعني لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، كيف تسير الأمور بمجملها؟ تحياتي لك دينا ولكل مشاهدي النيل الأخبار. بالفعل ما زالت عملية التصويت مستمرة حتى هذه اللحظات. يمكن الجديد في المشهد اليوم عن الأمس هو استمرار توافد المواطنين رغم ارتفاع درجات الحرارة حتى هذه اللحظات. يمكن العملية مستمرة لا تنقطع نهائيا، لكن الأعداد فرادة ما زالت حتى الآن. النسب متفاوتة ما بين المراكز الرئيسة في محافظة السويس وما بين يعني ما يمكن أن يسمى بالأرياف داخل محافظة السويس. هناك خمسة مراكز للاقتراع أو خمسة أحياء بها مراكز للاقتراع، سواء في السويس أو في حي فيصل أو حي الأربعين أو حي عطاقة. نسب الإقبال ما زالت مستمرة حتى هذه اللحظات. تطبيقا للإجراءات الاحترازية تستمر التطبيقات على مدار الوقت وعلى مدار الساعة، لا يسمح بالدخول إلى لجان الاقتراع إلا بارتداء الكمامات. هناك بوابات للتعقيم على مداخل اللجان، ثم وجود لسيارات الإسعاف تحسبا لحدوث أي طارئ داخل لجان الانتخابات على مستوى المحافظة بشكل كبير. النسب المشاركة فيما يخص السيدات هي يمكن الأكثر بروزا مع كبار السن، والشباب ما زال متواجد حتى هذه اللحظات. المتوقع أن يتم بين الساعة الرابعة أو بعد الساعة الخامسة وزيادة في نسب الإقبال مع انكسار درجات الحرارة. غرف عمليات مستمرة في مراقبة المشهد على مستوى المحافظة في محافظة السويس نفسها أو تبع مديرية الأمن أو بعض الوزارات والمنظمات الخاصة بمتابعة المشهد الانتخابي داخل محافظة السويس، منظمات المجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة. التيسيرات لكل المواطنين، لا يمكن أن يغفل المواطن أهمية نزوله للمشاركة في هذا الاستحقاق الديمقراطي انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020 واختيار مرشح لمقعد محافظة السويس داخل المجلس. 13 مرشحا على هذا المقعد، من بينهم سيدة ومن بينهم كذلك 3
ثلاثة مرشحين على المقعد من الأحزاب السياسية والباقي من المستقلين. يمكن أهمية هذا المجلس هو استمرار دعم الحياة النيابية والتشريعية في مصر واستكمال هذه الحياة بوجود غرفة ثانية تعاون غرفة النواب في سن القوانين والتشريعات ومتابعة المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يقوم بتوقيع عليها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. الحديث مع المواطنين عن هذه الأهمية كان مستمر منذ الأمس وحتى هذه اللحظات. الجميع لديه الوعي والقدرة على الإحساس بأهمية هذا الاستحقاق الديمقراطي. أشكرك حمد العربي من السويس وسنبقى على تواصل ومتابعة معك. في تصريحات خاصة للتلفزيون المصري قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقد إن من يتخلف عن الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بدون عذر يعرض نفسه للغرامة وفقا لما نص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية. الغرامة المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية لمن يتخلف عن الإدلاء بصوته في التصويت هي غرامة واجبة، وهي زي أي جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات أو في قانون الانتخابات أو في قانون مباشرة الحقوق السياسية، واجبة التطبيق، والهيئة من جانبها تطبقها. نعم. إن الهيئة أصبحت هيئة مستقرة ودائمة ومستمرة، إضافة إلى ذلك إن دي ليس بدعة من المشرع المصري. نعم. فدول العالم غالبيتها. وتتابع غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برئاسة أسامة الجهري مساعد رئيس الوزراء ورئيس المركز سير عملية إجراء انتخابات مجلس الشيوخ. وقال رئيس الغرفة إن الحكومة حريصة على التنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات لتنفيذ قرارات الهيئة الخاصة بضمان سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر وتدليل كافة العقبات التي قد تواجه المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم. تنضم إلينا لمتابعة سير العملية الانتخابية من بورسعيد مراسلة أنيل أسماء حسن. إليك أسماء لتصفي لنا المشهد من داخل لجان الاقتراع. تحية لك دينا في البداية، تحية للسادة المشاهدين، وأكد لك أن العملية الانتخابية منتظمة حتى هذه اللحظات في مختلف اللجان الفرعية المنتشرة في محافظة بورسعيد. يتوافد كبار السن في اليوم الثاني بنسبة أكبر في عملية التصويت للإدلاء بأصواتهم، أيضا يساعدهم قوات تأمين للدخول إلى اللجان للإدلاء بأصواتهم. يقوم شباب مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد بمساعدة الناخبين للوصول للكشوف الانتخابية وكذلك معرفة أرقام اللجان الخاصة بهم أمام اللجان الفرعية المنتشرة في مختلف أحياء بورسعيد. وأيضا أؤكد لك أن قرى غرب بورسعيد شهدت مشاركة من قبل المرأة بنسبة كبيرة حتى هذه اللحظة. أيضا غرفة عملياتنا محافظة بورسعيد أكدت أنه اليوم الأول شهد انتظام في العملية الانتخابية، ولم تتلقى غرفة العمليات أي شكاوى من قبل الناخبين أو حتى من قبل القائمين على العملية الانتخابية. أؤكد لك أن رؤساء اللجان الفرعية يلتزمون بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتمثلة في ارتداء الكمامات سواء بالنسبة للناخبين أو حتى القائمين على العملية الانتخابية الأعضاء أو رؤساء اللجان الفرعية. لمزيد من المتابعة تنضم إلينا بعض المشاركات. حرصنا اليوم على المشاركة للتصويت في إحدى اللجان. كنا عايزين نعرف من حضرتك يا فندم ليه حرصت انك تشاركي في اليوم الثاني؟ والله احنا في بورسعيد دايما يعني بنتابع اول يوم
المشاركه ماشيه ازاي. طبعا كده كده احنا هننزل نشارك لان ده حقنا الدستوري، يعني كمرأة في بورسعيد دايما بتبقى عايزه تبقى تشارك في كل متواجده في الشارع يوميا في ايام الاستحقاقات. فبالتالي انا اخترت اليوم الثاني لان احنا يعني بنتابع كحزب، لان احنا في الاحزاب والكلام ده كله بنبقى متابعين العمليه ماشيه ازاي، فبننزل وبندعم الناس وبنقول لهم ينزلوا يصوتوا، لان ده يعني ده حقنا الدستوري ان احنا ننزل ونصوت على الانتخابات باذن الله. كنا توجهيها للمراه في بورسعيد حقك الدستوري ما تسيبهوش، وانزلي وشاركي، ده حقك وده وطنك اللي لازم تبقي واقفه معاه ومؤيداه في كل استحقاقاته ان شاء الله. كنا عايزين نعرف من حضرتك يا فندم كيف رايتي مشاركه المراه في اليوم الثاني في بورسعيد؟ المرأة دايما مشاركة بشكل رائع في أي انتخابات، من بداية الانتخابات لحد آخر الانتخابات بتلاقي المرأة متواجدة وظهر على طول. ما أظنش أن في منها تقاعس أو حاجة زي دي. ليه أنت حرصت النهاردة أنك تشاركي في انتخابات مجلس الشيوخ؟ على ان ده واجب عليا ان انا اشارك، وواجب على اي حد يعني امرأة تشارك ان المفروض انها تنزل يعني. شكرا جزيلا. مش سيئة. واكد لك دينا ان السيد اللواء عادل غضبان ناشد السادة المواطنين في مختلف انحاء بورسعيد للمشاركة والادلاء باصواتهم في عملية التصويت في اليوم الثاني للانتخابات. نعم. انتخابات مجلس الشيوخ. اليك مرة اخرى. اشكرك اسماء حسن من بورسعيد على هذه المتابعة. وقد أشاد وزير الخارجية سامح شكري بتنظيم وعملية تأمين انتخابات مجلس الشيوخ التي تتواصل لليوم الثاني. وأشار شكري عقب الإدلاء بصوته إلى توفير كافة وسائل الراحة للمواطنين من أجل ممارسة حقهم الدستوري والمساهمة في بناء مستقبل وطنهم باختيار ممثليهم، كي يطلع مجلس النواب والشيوخ بكل الصلاحيات في الرقابة وطرح مشاريع القوانين وكل عمل من شأنه أن يؤدي للارتقاء بالمواطن المصري ومستقبله. ممارسة المواطن المصري لحقوقه الدستورية، ممارسته في رسم مستقبل وطنه باختياره للممثليه في للمجلسين التشريعيين في هذه المناسبة لمجلس الشيوخ، وإن شاء الله يكون هذا فيه ارتقاء بالعمل السياسي في مصر ومزيد من الاطلاع بكل المسؤوليات سواء كانت الرقابية أو في طرح المشاريع القوانين والعمل على توفير كل الفرص المتاحة للمواطن المصري لرعاية مصالحه وفتح الأفاق نحو المستقبل مزدهر إن شاء الله. شكرا. أكد المجلس القومي للمرأة التزام السيدات وحرصهن على المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ بجميع المحافظات من خلال متابعة سير العملية الانتخابية في يومها الأول. وفي السياق ذاته أطلق المجلس ملتقى على وسائل التواصل الاجتماعي باسم مصر كسبانة لإبراز التنظيم المشرف للانتخابات رغم الظروف التي تمر بها البلاد والعالم أجمع في ظل انتشار فيروس كورونا. أدلى محافظ القاهرة خالد عبد العال بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدا أهمية المشاركة في الانتخابات باعتبارها واجبا وطنيا. وأوضح عبد العال أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأن دورها في انتخابات مجلس الشيوخ اقتصر فقط على تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتوفير الدعم اللوجستي للقائمين عليها والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء عملية الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والوقوف بحيادية تجاه المرشحين. وأكد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي أن العملية الانتخابية في المحافظة سارت بشكل منتظم دون تلقي شكاوى من الناخبين، وأشاد المحافظ بحرص المواطنين على اتباع الإجراءات الاحترازية واستخدام الكمامات ورعاية كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
طبعا في انتظام شديد جدا والتزام بالاجراءات الاحترازيه، ويمكن احنا حرصنا بعد نهايه اليوم امبارح ان احنا نطهر كافه اللجان 804 لجنه، تم تطهيرهم بالتعاون مع الطب البيطري. دفعنا بكميات كبيره من الكحوليات وكميات كبيره من الكمامات عشان نوفرها النهارده للناخبين. ايضا طمنت على الاجراءات التامين وطمنت على الاجراءات اللوجستيه، الامكانات اللوجستيه اللي موجوده داخل اللجان. في الحقيقة في تظاهرة يعني كبيرة جدا في كافة الجهات بتتعاون وبتتنافس علشان تنجح العملية الانتخابية. مفيش حد بيقلق جهدا انه يشارك في هذا العرس الانتخابي. في الحقيقة كل حاسس بواجبه، كل حاسس بانه ده استحقاق دستوري هام جدا لمصر في هذا التوقيت ولابد ان يشارك فيه. ففي الحقيقة الامور كلها بتسير على ما يرام، وفي غرفة العمليات لم نتلقى اي شكوى الى الان الا بعض الامور البسيطة جدا اللي تم حلها في حينه. وأكد محافظ الغربية دكتور طارق رحمي الوعي الشديد للمواطنين باستخدام حقهم الدستوري لاختيار من يمثلهم في هذه الانتخابات في ظل الإجراءات الاحترازية الموضوعة. وأشار رحمي إلى تصدر المرأة والشباب للمشهد الانتخابي. نسب المشاركة خاصة في القرى عالية جدا، بتتعدى المدينة يمكن القرى لأن في ترابط أكتر وفي عائلات بتبقى عارفة بعضها والمجموعة بينزلوا مع بعض بيتوجهوا اللجان الانتخابية. في المدن في أعداد كبيرة، في المحلة في أعداد نزلت، وفي طنطا في أعداد نزلت، وأيضا في الصنطة في أعداد كبيرة جدا نزلت، لكن القرى طبعا بتتفوق نظرا لأنه الناس عارفة بعضها وبتجمع بعضها وبتنزل مع بعض، إلى جانب دور كبير للرائدات الريفيات التابعين للتضامن، تابعين لمديريات الصحة، بينزلوا بيوعوا في حملة طرق الأبواب، بيوعوا السيدات في المنازل. عايز اقول لحضرتك ان السيدات برضو بتتقدم المشهد الانتخابي في الاعداد المتزايده من السيدات اللي بتروح الى اللجان الانتخابيه. كبار السن والشباب ايضا نزلوا في معظم اللجان. امبارح انا كنت في بسيون وايضا في كفر الزيات، اعداد كبيره جدا من المواطنين. ايضا في قطور كان في شباب كبير كتير جدا، عددهم كبير موجودين في سجين في قطور وفي ديما، والنهارده في كفر الزيات. في الحقيقه الناس كلها بتشارك، ما حدش بيأثر ولا بيحرم بلده من واجبه الانتخابي. وأكد محافظ البحيرة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بمقرات اللجان الانتخابية، حيث تم تعقيم جميع اللجان عقب انتهاء اليوم الأول وصباح اليوم الثاني تحت إشراف مديرية الصحة وعناصر مختصة من إدارة البيئة بالمحافظة، مع التزام جميع الموظفين والناخبين المتواجدين باللجان بارتداء الكمامات. النهاردة فتحت اللجان في توقيتاتها العادية. بالنسبة للإجراءات الاحترازية استمرت إجراءاتنا الاحترازية امبارح بالليل والنهاردة الصبح لتأمين اللجان. شايفين التباعد، شايفين تواجد الماسكات لصالح المواطنين حتى اللي نسيت الماسك بتاعها، فبنقول في تشديد كامل على الموضوع ده، انتظام كامل داخل اللجان في توقيتات الفتح الحمد لله. والعملية الانتخابية تسير داخل محافظة البحيرة لليوم التالي بإقبال مميز من جماهير البحيرة بشكرهم عليه، وبدعي كل اللي منزلش برضه في اليوم التاني ان هو يكمل مشواره. النهاردة آخر يوم، اتفضل كمل مع الناس المحترمة اللي نزلت عشان يكتمل نصاب المحافظة. وإلى محافظة قنا من هناك انضم إلينا مراسل أنيل أحمد أبو الحسن. إليك أحمد، يعني وفي محافظات الصعيد حيث الحرارة الشديدة يعني الجو الحار بالأساس اليوم، لكن هل أثر ذلك على إقبال الناخبين أم أن الأمور تسير على ما يرام؟ يعني زميلتي تحياتي لك من محافظة قنا. رغم يعني شدة الحرارة هنا في محافظة قنا إلا أن هذا الأمر لم يؤثر على يعني إقبال الناخبين على الصناديق الانتخابية، ليس هنا في هذه اللجنة التي نتواجد فيها فقط، ولكن بالتواصل مع غرفة عمليات المحافظة تأكدنا أن الغرف يعني أن صناديق الانتخابات ما زالت تستقبل الناخبين لليوم الثاني على التوالي في انتخابات مجلس الشيوخ 2020. ايضا نعلم تماما ان محافظة قنا تسودها يعني تسود بعض المراكز بها وبعض القرى القبليات، وهذا يؤكد ويعني على ضرورة الخروج على يعني للتوجه الى صناديق الانتخابات. يعني نؤكد تماما ان العملية الانتخابية في محافظة قنا يعني تسير بشكل منظم تماما على مدار اليوم السابق وحتى اليوم منتصف اليوم الثاني. يعني تعدينا منتصف اليوم
اليوم الثاني، وهناك لم يتم تسجيل أي شكوى داخل أي لجنة من اللجان الانتخابية في محافظة قنا. نتواصل بشكل مستمر ونرصد كافة اللجان من الناحية الأمنية وغيرها من كافة الإجراءات التي تنظم سير العملية الانتخابية في هذه المحافظة. يعني ما شاهدناه أيضا ورصدناه هو التأكيد وحرص المواطنين على الناخبين على التوجه للجان الانتخابية، يعني تأكيدا منهم على أن المناخ الديمقراطي الذي تعيشه مصر في هذه الفترة يعني يؤكد لهم تماما أن على حرية الرأي، وأن رأيهم وصوتهم له دور مهم في إنشاء أو إيجاد غرفة ثانية للتشريع في مصر تنضم إلى الغرفة الأولى وهي غرفة البرلمان، حتى يتم التوصل يعني ومناقشة يعني الأمور الخاصة بهم ومصالحهم بما يصب في الصالح العام، في النهاية يصب في الصالح العام لصالح المواطن المصري. أيضا إذا تحدثنا عن الإجراءات الاحترازية، كافة اللجان هنا بالتعاون مع رجال الشرطة وكافة المسؤولين والجهات التنفيذية المختلفة القائمين على سير العملية التنفيذية تسير بشكل تمام، التزام تام بلبس الكمامات. أيضا التعاون الذي قدمته المحافظة من توافر عدد كبير من السادة الموظفين الذين يعملون في ويساعدون كما تشاهدون مع كاميرا الزميل محمود وسام، هم يقومون أيضا ويلتزمون بالإجراءات الاحترازية كما تشاهدون الآن، وأيضا يعاونون السادة القضاء المشرفون على الانتخابات في يعني سير العملية الانتخابية والتيسير على الناخبين في الإدلاء بأصواتهم بشكل ميسر. أيضا ما شاهدناه من رجال يعني من الجهود العظيمة التي تبذل من قبل رجال الشرطة في كافة اللجان، ليس في هذه اللجنة فقط ولكن حتى اللجان التي تتواجد في القرى والمراكز البعيدة على مستوى المحافظة، يتواجد أمامها يعني رجال شرطة يعاونون الذين يعني يعاونون كل من له حق صوت انتخابي في الوصول بسهولة ويسر. هناك العديد أيضا من يعني من الخدمات التي تقدمها المحافظة ويقدمها رجال الشرطة من توفر مظلات وتوفر الكمامات وتوفر الإجراءات الاحترازية. هناك تشديد على الالتزام بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعلى رأسها الكمامات أيضا حفاظا على صحة المواطنين، نظرا لأن هذه الانتخابات تجري في ظروف تمر بها البلاد من تداعيات فيروس كورونا، لذا جاء هذا الحرص التام من قبل المسؤولين عليها. أيضا أؤكد أن مدير الأمن يقوم بنفسه بالتواجد في كافة اللجان أيضا للاستمرار يعني ضمان وتفقد العملية الانتخابية وبشكل أشكرك أحمد أبو الحسن. أشكرك كما حدث بالأمس. أشكرك أحمد أبو الحسن على هذه المتابعة من محافظة قنا. كان وزير الداخلية اللواء محمود توفيق قد تابع إجراءات تأمين سير عملية الانتخابات الخاصة بمجلس الشيوخ من داخل غرفة العمليات الرئيسية بقطاع الأمن، واطمأن الوزير على تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية لفعاليات العملية الانتخابية، وشدد على أن تذليل كافة العقبات التي قد تواجه الناخبين أمرا واجبا. تمام يا فندم، في إطار متابعة العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ لعام 2020 تمام بدء العملية الانتخابية قام السيد محمود توفيق وزير الداخلية بمتابعة إجراءات تأمين سير عمليات انتخابات مجلس الشيوخ من داخل غرفة العمليات الرئيسية بوزارة الداخلية، واستمع لشرح حول آلية عمل غرفة العمليات واتصالها المباشر ومتابعتها الدقيقة على مدار اليوم لانتظام العملية الانتخابية مع غرف العمليات الفرعية بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، كما اطمأن على تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية والتواجد الميداني لكافة المستويات الإشرافية لمتابعة الحالة الأمنية والعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه الناخبين بما يساهم في تهيئة الأجواء المناسبة لإدلاء المواطنين بأصواتهم. ومن خلال غرفة الانتخابات يتم المتابعة اللحظية لفعاليات سير العملية الانتخابية انتخابات مجلس الشيوخ. وقد أشاد وزير الداخلية بمستوى تنفيذ الخطط والإجراءات التأمينية التي اتخذتها أجهزة وزارة الداخلية، كما وجه بضرورة الاستمرار في التنفيذ الدقيق لمراحل الخطط الأمنية لترسيخ دعائم الاستقرار الأمني في ربوع الوطن والتصدي الحاسم لأي صورة من صور الخروج عن القانون